باسم البيت الأبيض، المظاهرات أخبارها إيه بالنسبة لكم؟ أنتوا مع المظاهرات والناس تعتصم ولا وتتظاهر ولها حق وحرية رأي وتعبير؟ قال لهم لا لا لا، الموضوع ده مش بتاعنا، من حق إدارة كل جامعة، خلي بالك، إنها تطلب البوليس عشان يخرج الناس من الجامعة، من الاعتصام. ده البيت الأبيض. البيت الأبيض بيقول يحق لكل جامعة إنها تطلب الشرطة الأمريكية تدخل الجامعة تطلع المتظاهرين، تطردهم من داخل الحرم الجامعي. دي الولايات المتحدة. وقال لهم كمان يحق للجامعات تطلب الشرطة، مش تخرج بس، تتعامل مع المتظاهرين الموجودين داخل الجامعات الأمريكية. هذا هو البيت الأبيض الأمريكي. خلاص، نقطة، الرسالة وصلتنا، الرسالة وصلتنا تماما. يعني قال لهم انتوا عايزين ايه؟ لا حضرتك، يحق ادي زي ما حضرتك شايف، يحق للشرطة الأمريكية التعامل مع المتظاهرين زي ما هي عايزة. احنا بنتكلم هنا على طلاب واساتذة جامعة. بيت الأبيض هنا ادى شرعية وتشريع على الهوى للجامعات الأمريكية تطلب وتستدعي الشرطة الأمريكية للتعامل مع المتظاهرين الطلبة، اللي هم طلبة وطالبات وأساتذة الجامعات، يتعاملوا معاهم زي ما انت شايف كده. قال لهم تعاملوا معاهم، ليهم حرية. قال لك الناس دي بتتكلم على الديمقراطية يا جماعة، بتتكلم على حرية الرأي والتعبير والصداع الدائم اللي بقالنا سنوات عايشين في الصداع ده. تعامل ولا قال لك ولا شيء، ولا ندين حد، بالعكس هم لهم حق انهم يطلبوا الشرطة والشرطة تدخل تتعامل زي ما هي شايفة. ده البيت الأبيض دلوقتي. أي كلام أمريكان اتكلموه قبل كده لا تصدق، صدق اللي قدامك، المشهد اللي قدامك ده، صدق اللي قالوه دلوقتي، هو ده اللي قدامك. دي أستاذة جامعية، أستاذة زي ما أنت شايف. فقالوا لهم أيوه، يحق للجامعات أنها تستدعي الشرطة للتعامل مع الطلبة والطالبات وأساتذة الجامعات والمتظاهرين. بس نقطة من أول السطر. ده البيت الأبيض. محدش بعد كده يكلمني بقى على إيه، ولا حد يوجع دماغنا، ولا حد يصدعنا، ولا حد يقول لي الدول دي فيها ديمقراطية ولا فيها حرية ولا فيها أي شيء، ولا فيها أي شيء. عندما يتعارض الأمر مع أمنهم ووضعهم اسمها فيش عندهم حريات خالص. حريات يتكلموا عليها بره بحدودهم، إنما جوه حدودهم زي ما أنت شايف كده، جاب لك الحرس الوطني وجاب لك البوليس وجاب لك الأجهزة المختلفة، وتدخل تعتقل وتقبض ويخطفوا الناس، يخطفوا الطلبة والطلبة، يخطفوهم، يخطفوا زي ما أنت شايف كده، واعتقالات زي ما هم عايزين. ولا شيء، ولا حد بيتكلم، ولا حد بيتكلم.